مرحبا وأهلا وسهلا ويوم سعيد لكل الأحباب والأصدقاء. حبيبتي اليوم لطوفة جبت لكم إن شاء الله. اليوم غادي نعمل معكم واحد الكريب أو شوكولا واللي هو المكونات ديالو اللي هي مكونات قليلة جدا وسهلة موجودة دائما في جميع البيوت. دائما لطوفة مع السهل ومع الموجود ومع الرخيص في جميع الأحوال. أول حاجة إن شاء الله غادي نبدأ أننا عندنا احتياجات ديال زوج البيضات. غناخدو البيضة الأولى والبيضة الثانية. كذلك الاحتياجات ديالنا عندنا ديال ان ساشي ديال لافاني، ساشي ديال لافاني واحد، كذلك واحد القبيسة ديال الملح غير شويش. الحاجة ديالنا بواحد الكاس ديال الحليب، وكذلك واحد المعلقة ديال الزيت او الزبدة، لديكم الاختيار. اللي بغى يعمل الزيت كيعمل الزيت، اللي بغى يعمل الزبدة كيعمل الزبدة، فهو يعني اللي عندكم موجود. عفوا، واحد معلقة صغيرة ديال سنيدة، وبعد هذا كذلك عندنا الحاجة ديالنا حتى بالدقيق اللي غنحتاج. عفوا، بعد هذا غادي نضيف واحد جوج الكيسان ديال الدقيق، الدقيق ديال الفرص، وكذلك غادي نرجع عشان نخلي الماكينه كتشتغل. فوالا، بعد ما تجانست لي جميع العناصر فوالا، غادي نعملها في واحد لاسوبيغ وغادي نخليها شويه ترخف شي شويه. يمكن لكم تعملوها مثلا حتى ساعتين قبل ما تطيبوها، لانه ما فيش الخميره فهذا ما غاديش يضر. دونك غادي نخليها واحد ربع ساعه عاد ندوز للطياب. فبعد ما كتبقى العجينه يعني كتترخف واحد شويه، حنا كنبداو على اننا نديرو الاولى ونحاولوا اننا تمشي لا كريب عندنا على شكل دائري. وكنخليوها لغايه ما تقبض راسها في الطياب. هنا ملي كطيب لينا كنقلبوها، نخليوها تطيب شويه من الجهه الثانيه. دونك كنخليوها غير واحد الشويش، خلاص هنا نهزوها. نبداو واحده ثانيه، فمعليش هي واخا ما تقبضش تكون دائريه كامله، فمعليش.
انا ما كيعجبنيش الكريب، كان ما كيعجبنيش غليظ. الان انا عاود درت خليط، نفس الخليط اللي شات ليا، فانا بغيت شويه نوع، فانا زدت عليهم شوكولا اللي هي شوكولا غبره، وباش غادي يجوني بهاد لا كولور اللي غيكونوا شوكولاتي. انا من بعد ما نحس بهم طابت كنقلب. بهدف انني كنحيدها وكان نعاود نعمل واحدة اخرى اللي هي الثانيه هي الاخيره، فكنبدا هكا. لو كانت عندي واحد المقله صغيره بان لو كانت عندي مقله صغيره كنت غادي نعمر ان نصوبهم على قد
الدورة ديالت المقلة، ولكن المقلة عندي شوية كبيرة، فلأجل هذا خصني ضروري أنا نخدم بالمغرفة. دغيا كاينه كيطيبو، فهنا غادي نمروا الحشو باش غنعمرهم. فالان من بعد ما انهم كملوا لي، فانا الان غنبدا على التعمار ديالهم بالطريقه، كل واحد شنو الموجود ديالو. انا اليوم غادي نعمرهم بعض الانواع اللي هما، غادي نبدا انني غادي ندير الشوكولا، فكيبقى لكم دائما الاختيار باش انكم غادي تعمروهم. فكندير الشوكولا هكا وكنلويهم على هاد الطريقه. غادي نبدا كذلك بنوع او كيفاش يمكن ليا، يمكن لي نديرهم اما مستطيلين او يمكن ليا ندير طريقه اخرى باش غادي ندور يا اما مدورين يا اما بطريقه اخرى هي اللي غادي نشارككم بها، اللي غادي تكون هي على طريقه انها غتكون مثلثة. فوالا، وكذلك يمكن لنا نعمرهم بالعسل او بهذا بالعسل، ولا نعمرهم بشي دسر بحال مثلا البنان. انا غادي ندير هذه، غادي نديرها بشوكولا، وكذلك غادي نضيف عليها دوائر البنان. اللي عنده اللوز مقرمش مقلي في المنزل يمكن له انه يعمل كذلك اللوز من الداخل. فانا كنبدا على هذه الطريقه، دونك تكون هادي عامره بالشوكولا وكذلك بالبنان. بالنسبه لهادو اللي كنت خلطتهم كذلك بالشوكولا، فهادو غادي نعاود ندهنهم شوكولا، وكذلك غنعمل عليهم هاد لي غونديل ديال البنان، ولا الكومبوت ديال التفاح، ولا اللي هو موجود عندكم في المنزل يمكن لكم انكم تعملوا. فهذه غادي نعملها على شكل مستطيل. غنعاود وحده اخرى حتى هي ندهنها بالشوكولا، ويمكن لي نخليها بدون ما ندير فيها حتى شي حاجه الا لي شوكولا فقط، ونديرها نعملها هكا على شكل مثلث. ف فوالا، بقى عندي من هذا اللي هما سون دي كريب، هادو اللي ما فيهمش الشوكولا، اللي هما على الطريقه الطبيعيه. فوالا، انا كنرفقهم بواحد لاصوص ديال الشوكولا اللي كندير لو شوكولا اللي هما كيكونوا هكذا عاقدين، وكنضيف عليهم شويه ديال الشوكولا اللي هي كتكون غبره. فكنخلط مزيان شويه الحليب، فهو اللي كتخرج ليا هاد لاصوص ديال الشوكولا اللي هي كترفق
هاد الكريب، كنتمنى انكم يكون عجبكم انكم تجربوهم بالصحة والعافية ان شاء الله، ورمضان مبارك عليكم وعلى الكل جميعا بإذن الله.